صامدون 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 حنا الساكنه ديال الحي الحديقه الفئه الثانيه، وحنايا الناس شرينا هنايا من شركه سي جي اي، وكانوا قطع ارضيه كاين اللي بنا كاين اللي شرا دي زابارتومون الى اخره. هاد القطعه الارضيه اللي كانت مخصصه انها تكون مرافق اداريه، فاذا بنا تنتفاجئوا الساكنه ان كانت في 2017 جاو السلطه المحليه وكانوا غادي يديروا لنا هنايا سوق شعبي، مما اثار حفيظه السكان واثار غضب السكان واحد الحاله الاستياء عارم. وجمعنا حنايا الساكنه هنايا، انتخبنا لجنه وراسلنا السلطات المحليه بخصوص هذا المشكل هذا، وقدمنا شكايات وقدمنا مجموعه من التواقع تقدر بازيد من 500 توقيع، وباجماع الساكنه على ان هذا المشروع هذا غادي يضر الحي باكمل ديالو، من ناحيه العشوائيات في التسيير ديال الباعه المتجولين، ومن ناحيه حتى الضبابيه ديال المشروع، لان الناس فاش راسلنا السلطات المحليه بخصوص كيفيه انشاء هذا المشروع ما كاينش اللي عطانا جواب. ها وحده، ثانيا ما استقبلنا حتى شي واحد، ثالثا ان اللي سمعنا ان المقاول جا وحط هذا الماتيريال هذا بطريقه عشوائيه، وما عرفناش واش فوقاش غادي تبدا هذه الاشغال ولا كيفاش ولا الكيفيه ديالها، يعني ملف غامض. ارتئينا اننا نراسلوا السلطات المحليه، ومن بعد عده مراسلات ما كاينش اللي عطانا جواب، وما كاينش اللي عطانا شي جواب شافي. ولهذا قامت الساكنه بهذا الاحتجاجات. هذه دابا اون سومين وحنايا تنحتجوا على هذا المشروع. المطالب ديالنا هو ان هذا المشروع يتلغى، ما خصناش حنايا هنا السوق في ظل ان الحي تيفتقر لابسط المرافق الضروريه، مسجد، مساحه خضراء، مستوصف. حنا كساكنه ديال الحديقه كيدو كنعبروا الرفض ديالنا التام لما يسمى بمشروع السوق اللي بغيت تديروا السلطات المحليه هنا. حنا بالنسبه لنا هذا الفضاء ديالنا يكون فيه ملاعب رياضيه، يكون فيه مسجد، يكون فيه ملاعب للترفيه للاطفال ديالنا، بحيث ان السوق يقدر الى درنا هنا السوق لقدر الله راه كارثه توقع عندنا هنا. الازبال، المشاكل، الكريساج، يعني كاع المشاكل اللي كيعاني منها الساكنه فاس تعاني منها الحديقه جوج. وهاد البلاصه هذه راه نقيقيه بزاف، والناس راه باغيين يردوا لنا هذا الفضاء فيه المشاكل بزاف، وحنا ما بغينا نبقى قديش هاد المشاكل. وراه ما لا استمرت السلطه في الالحاح ديالها على قيام مشروع السوق هنا، راه يقدر يوقعوا شي حوايج ما لا يحمد عقباها بالنسبه للساكنه وبالنسبه للاستقرار ديال الساكنه. وحنا كنعبروا على الرفض ديالنا التام جمله وتفصيلا لهذا المرفق اللي باغيين يديروا لنا هنايا. حنا خصنا سيدي مستوصف، خصنا تفعيل هذه المقاطعه اللي تبنا نشوفها كيتخربت. نعم سيدي، ها ما كاين والو، هاد دار الشباب شويه راه كتعمل مره، ولكن بالنسبه لنا هذا الفضاء هذا راه خصنا سيدي منين هو نرفضوا هذا رفضا تاما، الساكنه ترفض رفضا تاما جمله وتفصيلا هذا القيام هذا المشروع هذا اللي شي في الصالح ديال الساكنه. وحنا الناس باغي دير شي مشروع ما راضياش عليه الساكنه وكترفضوا جمله وتفصيلا. انت كتشوف الوداد ديالنا والناس ديالنا والعيالات ديالنا كلشي يخرجوا ان شاء الله، وحنا رحنا صامدون وهذا المشروع حنا رافضون رفضا باتا وقاطعا. المقاول سير بحالك، المقاول سير بحالك، والحديقة ماشي ديالك، والحديقة ماشي ديالك.